بسم الله وعلى بركة الله نفتتح جلسة اليوم الثلاثاء الموافق للسابع والعشرون من شهر أكتوبر لسنة 2015. الطلب الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاء سياسة الحكومة حول إعادة توجيه الدعم للسلع والخدمات على أن تكون أولوية الكلام في المناقشة لسعادة النائب جمال داود سلمان. مقدم الطلب أصحاب السعادة النواب جمال داود سلمان أحمد عبد الواحد قلاطة محمد يوسف المعرفي أسامة عبد الحميد الخاجة عبد الرحمن راشد بومجيد علي عيسى بوفرسن خليفة عبد الله الغانم محمد سلمان الأحمد عبد الرحمن علي أبو علي وذياب محمد النعيمي. موضوع الدعم الحالي واللي هي قدمته الحكومة للأسر التي تسجل طبعا وليس كل الأسر ليس كل المواطنين يحصلون عليها فقط من يسجل من يطلب هذه الخدمة هي مسألة تحتاج لإعادة نظر فكيفية التعامل مع أولا عدم وجود توحيد لمفهوم الأسرة وكأن هناك فرق بين أفراد الأسرة بذاتهم بين رب الأسرة والزوجة والأولاد الصغار والكبار وكأن المسألة فيها تحديد لمعايير معينة للقيمة الغذائية وهذا في المنطق غير صحيح لأن لا يمكن أن يعني يتم التركيز عليه لأن فعلا هو أقل من المستوى المطلوب في مفاهيم المعيشة. أما الأمر الآخر فهو موضوع طبعا نشكر الحكومة في أنها قرارها بأن شكلت فريق لدراسة موضوع البطاقة التموينية ولكن في عدم وجود مدة زمنية للانتهاء من دراسة البطاقة التموينية وفي نفس الوقت عدم وضع سلة غذائية محددة ضمن البطاقة التموينية مما يتطلب فترة زمنية لدراستها. طيب هل فكرنا هل وضعت الحكومة ضمن سياستها الفترة الزمنية لي مستوى معيشة الإنسان أو المواطن البحريني في الفترة الزمنية من بداية وقف الدعم خاصة عن مادتين غذائية رئيسيتين ثم إلى أن يتم الانتهاء من دراسة البطاقة التموينية إلى أن يتم رفع الأسعار في الخدمات الأخرى أنا أعتقد بأن نحن اليوم بحاجة ماسة إلى أن نقف على الأقل في فترة مؤقتة بإعادة النظر في مفهوم الدعم المؤقت الذي قدم مقابل الدعم اللحم والدجاج كما الآن وثار الموضوع هذا ثم وضع سياسة حقيقية واضحة في مسألة إعادة توجيه الدعم لأن المسألة لا تقتصر على مواد غذائية محددة بسيطة ولكن المسألة تشمل معيشة الإنسان على أرض البحرين بحيث أنها راح ترتفع لا محالة ولا هناك جدل في هذه المسألة بدأت الأسعار ترتفع وخاصة للخدمات لأن حتى العامل إذا رفعت عليه هذه الأسعار إذا معناته ترتفع قيمة الخدمات قيمتها تنعكس على المواطن والتاجر لن يدفع من 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 حسابه الخاص ما يعادل رفع الخدمات من أجل أن المواطن لا يتأثر ولكن الكل سيرفع أسعاره وبالتالي يجب أن نقف عند هذه المسألة. فيما يتعلق بموضوع النقاش وهو إعادة توجيه الدعم معالي الرئيس جاء برنامج عمل الحكومة في جزئية سطر واحد فقط عندما قال إعادة توجيه الدعم الحكومي لمصلحة الفئات والقطاعات المستحقة وذلك كي تفعل المبادرة زيادة الإيرادات الحكومية وترشيد المصروفات كي تنفذ السياسة الأساسية وهي المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وضبط الدين العام وقد توافقنا مع الحكومة الموقرة على ما سبق على أن تطلعنا الميزانية على تفاصيل إعادة توجيه الدعم فبرنامج عمل الحكومة معالي الرئيس فقط يترجم لواقع عن طريق الميزانية العامة وللأسف معالي الرئيس جاءت الميزانية من غير زيادة للرواتب وأيضا من غير تحسين للمستوى المعيشي ومن غير ضمانات وهي عازمة على تفعيل قرار رفع الدعم عن اللحوم وقد بررت الحكومة الموقرة موقفها على لسان سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وشؤون الإعلام بعد جلسة مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي بتاريخ 25 مايو فقد قال الوزير في تصريحه الحكومة ستقترض من أجل دعم المواطنين فقط لا غير وبأن وضع البحرين المالي يوضح أن الإيرادات الموجودة أقل بكثير من المصروفات وأن الحكومة تلجأ إلى الاقتراض لسد هذه الفجوة وأن جزءا كبيرا من هذا الاقتراض يذهب لدعم السلع والخدمات وعليه معالي الرئيس وافق مجلس النواب على رفع سقف الدين العام لسبع مليارات
ليعاون الحكومة ويؤازرها في محنتها. وكذلك وافق المجلس أيضا على الميزانية العامة بشرط تشكيل لجنة برلمانية حكومية، وجاء نص التوافق كالتالي: ستقوم الحكومة الموقرة بالتوافق مع اللجنة المختصة بالسلطة التشريعية بعد إقرار الميزانية في إطار مراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم، وذلك كي تحدد معايير صرف مبالغ الدعم للمستحقين من المواطنين. وأكررها معالي الرئيس، تحديد معايير صرف المبالغ. هذه العبارة معالي الرئيس لم تعني مناقشة رفع الدعم من عدمه، كما أنها لم تعني مناقشة زيادة المبلغ الإجمالي للتعويضات ليتم تعويض المواطن بمبالغ أكبر. كانت هذه معالي الرئيس خلفيات موضوع النقاش، واليوم نحن والمواطن بصدد مطالبة الحكومة بالبطاقة التموينية أو بزيادة مبالغ التعويض. وقبل أن تأخذنا العاطفة معالي الرئيس، لنتذكر مرة أخرى ما جاء على لسان سعادة الوزير، فقد ذكر جزء كبير من الاقتراض يذهب لدعم السلع والخدمات، والحكومة ستقترض فقط من أجل المواطنين. وبما أن مشروع تطبيق نظام البطاقة التموينية يتطلب كلفة مالية عالية جداً للنواحي الإدارية والتنظيمية وإلى المتابعة المستمرة لضمان نجاح الآلية، فمن خلال تجربة المملكة الأردنية الهاشمية قدرت التكاليف الحكومية معالي الرئيس بقيمة 5 دنانير أردنية مقابل توصيل دينار واحد فقط للدعم للمواطنين، والأمر ذاته ينطبق على تجربة دولة الكويت الشقيقة. فقد قامت دولة الكويت الشقيقة من خلال تضخم الجهاز الحكومي بتطبيق هذا النظام. واليوم معالي الرئيس نحن نقارن تجربتنا بتجربة دولة الكويت الشقيقة وغيرها، ولكن هذه التجارب طبقت أيام الرخاء الاقتصادي. أما اليوم فالعالم يمر بشبه انتكاسة اقتصادية، والسؤال معالي الرئيس، في حال وافقت الحكومة الموقرة على تطبيق مشروع البطاقة التمويلية، هل يا ترى ستقترض الحكومة لتنفيذه؟ وفي هذه الحالة، أوليس من الأولى بأن يحصل المواطن على مبالغ إضافية كتعويضات عن رفع الدعم؟ أما السؤال الأهم معالي الرئيس، لماذا لم تبدأ الحكومة برفع الدعم عن الغاز وهو الذي يشكل 60% من الدعم وتستفيد منها الشركات بأغلبية؟ لماذا تضع الحكومة المواطن في وجه المدفع؟ معالي الرئيس، الأمر جدا مهم، ومع ذلك أرى أن في هناك تثاقل وتباطؤ في رفع هذا التقرير، وفي نفسي شيء أقوله بصراحة، يعني عل هناك من يعمل على تعطيل هذا التقرير ورفعه لمعاليكم. لماذا؟ رئيس اللجنة مسافر، هل للجنة نائب رئيس؟ ولماذا لم تجتمع اللجنة طوال هذه الفترة؟ كان ودي أن الاجتماع اليوم يكون من خلال التقرير المرفوع من اللجنة. اللجنة عملت خلال 4 أشهر وخرجت بتوافقات وتوصيات، وهناك نقاط اختلاف مع الحكومة كان ممكن تدرج في هذا التقرير، وبالتالي يناقشها مجلسكم الموقر ويرفعها إلى الحكومة. بكل أسف الحكومة صمت أذنيها وبدأت في التطبيق دون اعتبار لمجلسكم الموقر، لذلك المواطن لم يعد يثق بكل أسف في هذا المجلس، وبدأ يأخذ زمام المبادرة وبدأ بمقاطعة اللحوم، ونجح بشكل كبير ونحن نؤيد هذه المقاطعة. ولكن ودي أوضح إذا تسمح لي معالي الرئيس بعض النقاط. النقطة الأولى أن اللجنة المشكلة لم تعنى باللحم فقط، كونه المواد الغذائية 5% فقط من إعادة توجيه الدعم، وإنما هناك مواضيع كثيرة يشملها الدعم التقرير لم يقفلها وناقشناها نقاش مستفيض، وعندنا كثير من المقترحات لن أتطرق لها في هذه الجلسة لأن هناك لجنة هناك تقرير راح يرفع لمعاليكم. أيضا الجانب الأهم من هذا هو تنمية الإيرادات، وأستسمحكم عذرا أن نسمع إذا تسمح لنا من معالي وزير المالية أن يفيد مجلسكم الموقر ما هي خطة الحكومة في تنمية الإيرادات، كون اللجنة معنية بهذا الأمر، وأيضا اللجنة معنية بترشيد الأنفاق الحكومي، وقد رأيناه
من الحكومة الموقرة مشكورة، بدأت فعلا بترشيد الإنفاق. لذلك إذا معاليه ممكن أيضا يضع مجلسكم الموقر بالصورة نكون شاكرين له. معالي الرئيس، كتلة التوافق الوطني عندها وجهة نظر أننا متمسكون بشكل كبير جدا بالبطاقة التموينية، ونشكر الحكومة الموقرة أنه تم تشكيل فرق عمل لدراسة هذا المقترح، وهذا أثلج صدر السادة النواب والمواطنين، ونتمنى أن نرى النتائج بالسرعة الممكنة. موضوعنا والموضوع الذي أثار جلبة في الشارع العام هو المواد الغذائية كما قلنا، لأنه يرتبط بحياة المواطن اليومية. عند تشكيل اللجنة المشتركة توقعنا بأن الحكومة ستكون متجاوبة معنا إلى أبعد الحدود، وخصوصا موضوع اللحوم، لأنه معالي الرئيس يتعلق بالغذاء، وعوائده على الميزانية وعوائده على ميزانية الدولة قليلة مقارنة بالغاز والكهرباء والنفط وغيرها من المواد الأخرى. ونحن نعلم بأن هذا حق أصل للحكومة، ولكنه عند تشكيل اللجنة المشتركة كان هدفنا جميعا هو المحافظة على توازن الدولة من الناحية الاقتصادية، والحفاظ على تحسين الحياة المعيشية للمواطن، وطلبنا منهم تأجيله ليكون آخر سلعة نتفق عليها. ولكنه للأسف الشديد الحكومة لم تسمع الكلام، ولا النصائح رفعت الدعم عن اللحوم. واليوم جميعنا يعني أصحاب سعادة النواب المواطنين يشاهد الوقفة الشعبية والتكاتف من المواطنين، سواء كانوا خصابون أو مستهلكين أو المواطنين، ضد هذا القرار الخاطئ وما وصلت إليه الأوضاع، وهذه تتحملها الحكومة لوحدها. ويجب وجهة نظرنا عليها تصحيح الآن، لكي لا يصل المواطن لقناعة تامة بأن الحكومة هي من تحمل له الأعباء المعيشية، بدأ تحسين مستوى المعيشي وزيادة الخدمات والرواتب للمواطن البحريني وعدم مساواته من غيره. أو أحيانا المواطن يقول أن أنا اليوم مواطن بحريني، الأجنبي أو غيري مفضل أكثر مني في البلد، قاعد يستفيد من خيرات البلد، وأنا كمواطن لا يوجد عنده اعتبار، وطبعا الأفضلية حق غيره، فهذا مرفوض جملة وتفصيلا. نتمنى يعني أن الحكومة لما بتقبل على أي خطوة تحط قدامها الاستفادة تروح للمواطن، المواطن البحريني، وبعدين يأتي اللي بعده. على الحكومة أن تعيد النظر وأن تعطي مصداقية لاعتراضات السادة النواب على البدء بإعادة توجيه الدعم للحوم بالذات، سيما أنه كان يشكل أقل من 5% بالنسبة إلى الدعم بشكل عام. لماذا أقول الحكومة الآن بحاجة إلى أن تعيد النظر وأن تعالج ما حدث من مشكلات توقعها النواب من قبل وطرحت في الجرائد، والرأي العام أيضا كان له وجهة نظر في هذا الصدد؟ لأن هنالك أطرافا تضررت بشكل كبير في معيشتها. وهنا صاحب المعالي أحب أن أعرض عليكم رسالة من قصابي سترة وضواحيها، وقد اجتمعت بهم في الحقيقة ورفعوا هذه الرسالة لي لكي أرفعها لكم ومن ثم للحكومة. يقولون في رسالتهم في ضوء ما حدث، صاحب المعالي انظر إلى المشاكل التي ترتبت على إعادة توجيه الدعم في موضوع اللحوم. هذا القطاع، قطاع القصابين، ليس بالقطاع القليل، اليوم يتضررون في معيشتهم. قالوا عمدت شركة البحرين، أنقل نصا من رسالتهم، عمدت شركة البحرين للمواشي إلى الاتصال بزبائن القصابين مباشرة عارضة عليهم بيع اللحوم عليهم بسعر الشركة، إضافة إلى استعدادها إلى بيع اللحوم إلى أي شخص بعد أن يقدم ضمان مالي للشركة يقدر ب500 دينار، وهذا كله من أجل تجاوز خسائر الشركة ضاربة بعرض الحائط حقوق القصابين الذين يقع عليهم أعباء كثيرة، بدءا بتسديد رسوم تجديد السجل التجاري وإجرة المحل والعمال ورسوم هيئة سوق العمل ورسوم التأمينات الاجتماعية وإعالة عائلاتهم الغير مغطاة بمظلة التأمينات الاجتماعية، وانتهاء بسداد فواتير الكهرباء لمحلاتهم ومنازلهم.
صاحب المعالي، هنالك عندنا مشكلة الآن ومطلوب. كنت أتمنى لو كان وزير العمل والتنمية الاجتماعية موجود. ما الحل؟ عندنا قصابون الآن يقولون ليس لدينا قدرة على إعالة أهالينا، ليس لدينا قدرة على تسديد أجارات محلاتنا، ليس لدينا قدرة على دفع مرتبات العمال معنا. ما الذي نصنع؟ بصراحة قالوا لي قول تعال قنع الناس أن يجون يشترون ما عندنا لحم، وما نستطيع نشتري من عند المواشي لأن الناس ما يجون يشترون، والمواشي تضغط علينا أنها لن تعطينا، وهنالك تلميحات بأن ربما تلغى حتى تراخيصهم. لذلك صاحب المعالي أنا أطلب من الحكومة أن تعالج هذه المشكلة، مشكلة القصابين. ونحن ماضون في مقترحنا هو البطاقة التموينية الذي يتمسك بها مجلسكم الموقر. أنا يعني بوجهة نظر إن شاء الله تعالى يجب على الحكومة إيقاف قرار رفع الدعم وإعادة دراسة مقترح المجلس، لأن له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على المواطن البحريني، وخاصة اللي رواتبهم متدنية ورواتبهم متوسطة لهم تأثيرات وايد سلبية. ولامسنا هذا الأمر بارتفاع في العديد من السلع، ليس فقط اللحم، العديد من السلع التجار رفعوا أسعارهم بسبب فقط رفع الدعم عن اللحوم، فكيف بباقي الأمور؟ وسمعنا في الأفق أن هناك سيتم قريبا جدا رفع الدعم عن الغاز ورفع الدعم عن الكهرباء وعن باقي الأمور المهمة اللي يحتاج لها المواطن. طبعا ما تخلو أسرة واحدة من الأسر البحرينية من شراء اللحوم والتجمع في بشكل أسبوعي أو شهري في المجالس العائلية. رفع الدعم حقيقة أوجد مشكلة عند الأسر. في السابق كانوا مثلا إذا بيسوون لك ذبيحة واحدة بيكلفهم حوالي 50 دينار، الآن بيكلفهم حوالي تقريبا 150 دينار، وخاصة ذوي الدخل المحدود. كيف يعني إحنا إن نسعى إلى يعني ضم الأسر البحرينية والتكافل الأسري ما بين الأسرة الواحدة، وإحنا نقوم ننافسهم ونضايجهم في أهم أمورهم الحياتية. طبعاً على الرغم من عدم موافقتي بالبطاقة التموينية، ولكن نجدها الحاجة ملحة أن هي الحكومة تدرس مقترح المجلس بشكل يعني سريع، وإيقاف رفع الدعم، ويعني المباشرة ببيع اللحم كسابقة اللي هو بدينار واحد. كان توافق بينه ومع الحكومة في رفع سقف الدعم العام عشان لا تكون إن في أضرار على المواطن من الدعم اللي هو تباشر فيه الحكومة. أتمنينا يا معالي الرئيس كانت تكون دراسة مستفيضة تكون في هذا الدور إلى إقراره في الميزانية إلى عام 2017-18 بخيار الأفضل اللي هو البطاقة التموينية. معالي الرئيس، عوامل الاحتكار المفروض كان يوجدون البديل للحكومة قبل إقرار هذا الدعم. معالي الرئيس، توجد عدة أراضي غير مستنفعة إلى أصحاب الحظائر، نتمنى أن يكون فتح السوق للبحرينيين في استيراد المواشي علشان يكون أنه الأسعار تكون تنافسية في المملكة قبل أن تكون ترفع الدعم. توفير وضع ضوابط لحماية المستهلك. معالي الرئيس، احنا نتكلم ما قبل الدعم كان لا توجد حتى ضوابط، احنا نتكلم الحين رفع الأسعار في المحلات التجارية والأمور هي كانت من قبل بعد مرفوعة الأسعار يا معالي الرئيس، رغم أن الدعم كان دينار للحوم هي. وين دور حماية المستهلك؟ نتمنى تكثيف دور حماية المستهلك كان يكون من قبل ما بعد الدعم. فنتمنى معالي الرئيس استيضاح الأمور إلى سياسة توجيه الدعم ودراسة مستفيضة تكون في هذا الدور، ونتمنى أن يكون إعادة توجيه الدعم يرجع إلى ما كان عليه سابقا. الرسالة السلبية اللي أرسلتها الحكومة، المواطن كان متوقع من خلال إعادة توجيه الدعم للمواطن البحريني راح
يكون حياته أفضل، راح تتحسن وضع المعيشة من خلال زيادة، إن كان زيادة في الرواتب. أهم شيء أنه ما راح يتضرر المواطن البحريني، ولكن اللي حصل اليوم في البحرين أول من تضرر هو المواطن البحريني بارتفاع سعر اللحم إلى 3 دينار و600 فلس ولا زال. الثاني القصابين كلهم اليوم متضررين وصار لهم فترة طويلة ضاربين عن العمل. هل الحكومة عندما حطت الدراسات درست كم راح يوصل سعر ارتفاع سعر اللحم في السوق؟ هل فكرت في القصاصيب وكيفية تعويضهم؟ لما ارتفع الديزل عن تم رفع الديزل تم تعويض البحارة، هل فكرت الحكومة في تعويض البحارة اليوم؟ اليوم المواطن يعني إذا كان بالسابق متفائل بإعادة الدعم راح ينعكس عليه بإيجابي، اليوم يرفض سياسة رفع الدعم بسبب الخطأ اللي ارتكبته الحكومة من خلال رفع الدعم عن اللحوم. اللجنة جزاهم الله خير ومشكورين 4 شهور يجتمعون مع الحكومة من غير فائدة، في النهاية جات الحكومة وطبقت القرار دون حتى الأخذ بكل أغلب مقترحات السادة النواب. يعني تم رفع البطاقة التموينية وكل النواب كانوا داعمين هذا التوجه، في حين ما اخذت الحكومة بهذا التوجه، حتى ما اخذت بالتوجه الآخر اللي هو رفع وزيادة مبلغ الدعم. طيب شنو المطلوب اليوم من مجلس النواب؟ شنو المطلوب من اللجنة؟ الأخوان يقولون اللجنة ما رفعت تقريرها، أكثر من 7 إلى 8 اجتماعات تجتمع اللجنة مع الحكومة وتعطيهم رايها والحكومة ما تأخذ بها، فهل اليوم الحكومة بتأخذ بالتقرير إذا تم رفعه حق اللجنة؟ أعتقد يعني اليوم من الواجب أن يتم إعادة النظر خصوصا بعد المقاطعة من قبل المواطنين البحرينيين للحم، مقاطعة القصابين. يعني من الواضح أن خطأ كبير تم اتخاذه من قبل الحكومة في موضوع إعادة توجيه الدعم عن اللحم. معالي الرئيس، دعما للمشروع الإصلاحي اللي قايم بجلالة الملك واللي كلنا يد واحدة مع جلالة الملك، هذا المشروع ارتكز على ركائز، هذه الركائز من ضمنها هي الرفاهية للمواطن. من هذا المنطلق حبيت أن أوجه كلمتي، من هذا المنطلق هل إعادة توجيه دعم اللحوم والذي اتخذتها الحكومة منفردة، ويجب أن أقول منفردة، يعني إحنا كسلطة شعب كسلطة تشريعية لم نتشاور تتشاور معنا الحكومة في هذا القرار، وبعد ذلك عندما طالبنا بمشاورتنا تمت اللي هي لجنة الدعم، وأنا عضو في لجنة الدعم، لكن إحنا حقيقة كلجنة دعم إحنا نشتغل في وادي وأرى أن الحكومة ماشية في قرارها في واد آخر. أنا أرى أن يعني الحجة التي ألقتها الحكومة بأن الميزانية الدولة أصبحت متأزمة، الميزانية أصبحت يعني الاقتراض، حتى لو اقترضت اليوم 7 باكر راح تقترض أكثر وبعد بكرة تقترض أكثر، ليش؟ لأن لا توجد هناك سياسة واضحة للحكومة لتنمية الإيرادات. فهل يعقل يعني أي حجة منطقية هذا؟ هل يعقل أني أروح أزيد أو أعيد توجيه دعم اللحوم؟ هذا هو راح يزيد في الميزانية؟ يعني أنا أرى أن هذه فعلا حجة غير منطقية. الآن نحن نتكلم عن هناك دعم للغاز والمحروقات بمبلغ قدره 800 مليون تقريبا، بينما دعم اللحوم لا يتجاوز 28 مليون، فعن ماذا نتكلم؟ النقطة الأخرى، يعني هناك أيضا مثل ما تكلموا إخواني من قبل وتكلموا اليوم، هناك عدة وسائل ممكن الحكومة تتخذها، فرض ضرائب على الشركات الكبرى مثلا، إعادة توجيه الدعم على الشركات نفسها. الآن موجود 600 مليون دينار للغاز لشركة ألبا، دعم لشركة ألبا، 200 مليون دينار للبتروكيماويات وغيرها وغيرها من الشركات. لماذا لا نوقف هذا الدعم؟ الآن الشركات الكبرى قائمة بذاتها، لماذا نوقف هذا الدعم ونتجه فقط يعني نروح للمواطن مباشرة؟
لأخذ الشيء الأساسي اللي نتكلم عنه. الآن هناك مادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ماذا تنص هذه المادة معالي الرئيس؟ قضينا 4 شهور في لجنة مشتركة عانينا فيها ما عانينا من طلب معلومات إلى آخره، وفي النهاية ذهبت أعمال هذه اللجنة هباء منثورة بقرار واحد جاء عن طريق رفع الدعم عن اللحوم، وهو طبعا قرار غير مدروس. الآن مقاطعة من قبل المواطنين للحوم، مقاطعة من قبل القصابين. وعدتنا الحكومة أنه سيتم فتح المجال لسوق اللحوم أمام التجار وهذا لم يتم، وكل هذا يبين لنا مدى التخبط الحكومي في هذا الملف. الحكومة الآن وكأنها محصورة أمام رمي الثقل عليها، ولكن هذا الثقل الآن يأتي على حساب المواطن. الأمر الآخر، كما يطرح الجميع، نحن نستغرب إذا كان هناك فقه الأولويات أو ترتيب الأولويات، لماذا نبدأ باللحم؟ هذا الموضوع نكرره ونعيده 1000 مرة، ليش نبدأ باللحم اللي هو قوت المواطن اليومي؟ هناك ملف الدعم كبير جدا، والقصد منه توفير مبالغ ما تأثر على المواطنين. أنا أبدأ باللحم؟ أنا هذا شيء مستغرب جدا، وهو محل تساؤل كبير، وكأنه يدل على أن هناك وجود أشياء تحدث في الخفاء في هذا الموضوع بالذات. أيضا السرعة في تطبيق هذا الملف، الحكومة عجزت خلال سنوات ماضية عن تطبيق هذا الملف، وعندما أصبحنا في هذا الوضع الاقتصادي أصبح حتميا أن نطبقه، ولكن السرعة في تطبيق هذا الموضوع سيكون لها تأثير خطير وسلبي جدا على المواطنين، لأن تطبيقه بالشكل غير صح وضعه على السكة الخاطئة سوف لن نستطيع إعادته إلى مكانه الصحيح. وفي الواقع في اللجنة لم نتسلم خطة واضحة من الحكومة. الحكومة لا توجد لديها خطة واضحة حول إعادة توجيه الدعم. يعني الحكومة ما قالت هذه موضوع الدعم تفضلوا يا جماعة أعطونا رأيكم فيه. إحنا قعدنا 4 أشهر نطلب معلومات ونطلب أرقام ونطلب نسبة تضخم وقاعدين ندرس وكأن إحنا اللي بنحط رؤية. الحكومة ما قدمت رؤية، الحكومة مجرد قدمت معلومات. وأنا عن نفسي أقول إن عقب هذا القرار اللي صار بصراحة ضيعت من وقتي 4 أشهر على لا شيء، لأن الآن إحنا أمام أزمة، والأزمة ستتضاعف إذا لم نعيدها إلى مسارها الصحيح، وإذا لم تلتزم الحكومة بكلامها. الآن المشكلة أكبر من كذي، المشكلة أن أنت تأخذ وعود من مسؤول حكومي سواء وزير أو أكبر من وزير يقول لك إحنا بنتوافق ويقول لك إن إحنا بنمشي مع بعض، ولكن في النهاية نتفاجأ. ليش نوضع في هذا الإحراج؟ ليش نوضع في هذه الموضع إذا كنا إحنا كمجلس مو قادرين نحافظ على مصالح المواطنين؟ فش فايدتنا قاعدين هنا؟ لماذا نوضع في هذه المواقف؟ لماذا تتعمد الحكومة وضعنا في هذه المواقف؟ بسبب تقصير الحكومة في إعداد ميزانية، بإعداد ميزانية تفي بواجبات الدولة، بدأت بالمواطن. الأخ الرئيس، نحن نخاف أن أنت في يوم من الأيام تنام على راتب معين وتصحى يوم ثاني أن يوجد لك راتب معين، مثل ما حصل الحين بالعلاوات التي تم اقتطاعها من الأطباء، وأخيرا العلاوات التي تم اقتطاعها من المدرسين. فالأخ الرئيس، على مجلسكم الموقر أن يقف وقفة شجاعة. ما أعتقد أن أنا الحكومة رايحة تهتم بأي قرار يؤخذ من المجلس. المادة 65 فعلوها يا جماعة، المادة 65 فعلوها، والله العظيم لو المشرع يعرف أن المادة 65 يعني تكتب للمجلس النيابي في البحرين ما كتبها. حاسبوا الوزراء، استجوبوا الوزراء، نخافون من شنو؟ يعني يوم اللي احنا نستجوب وزير قصر في عمله بتقوم علينا القيامة؟ حاسبوا وزير معين، أنا أول واحد بحاسب الوزير. يا جماعة لا تخلون اللوم علينا احنا كمجلس. الحكومة مقصرة في عملها. الدين العام، وافقنا على الدين العام 7 مليار دينار، وافقنا على الميزانية، مرسوم جديد جاي برفع الدين العام ل 10 مليار، ما يقابل فوق 85% من الناتج المحلي. البحرين صارت في مصير مجهول.
وأنني من هذا المقام أدعو الحكومة ممثلة في وزارة التجارة إلى بذل المزيد من الجهد في الرغابة على أسعار السلع والخدمات بصورة عامة بسبب رفع الدعم عن اللحوم في الفترة الحالية، أو ما ستقوم به الحكومة من خطوات أخرى مستقبلاً لإعادة توجيه الدعم لمختلف الخدمات والسلع، إذ لا يخفى على الجميع قيام البعض من التجار برفع الأسعار دون مبرر منطقي، وهو ما ينبغي على الوزارة التصدي لهذه الخروقات بكل حزم وشدة، وبالأخص تعزيز صلاحيات وزارة التجارة والصناعة ممثلة بإدارة حماية المستهلك وزيادة عدد مفتشيها لاستيعاب حجم الشكاوي التي تصلهم من المواطنين وإعادة هيكلة الإدارة. وفي النهاية أود أن أؤكد على مسألة مهمة، وهي ضرورة عدم المساس بما تحقق للمواطنين من مكاسب مرتبطة بحياتهم المادية والمعيشية، كذلك محل اهتمام القيادة الرشيدة لمملكتنا الحبيبة وعلى رأسها علاوة القلاء وعلاوة تحسين مستوى المعيشة والإعانات المالية التي تصرف للأسر الفقيرة والمحتاجة وذوي الاحتياجات الخاصة، بل نحث الحكومة على زيادة عطائها في هذا الجانب لخدمة المواطنين من باب مسؤولية الدولة في رعاية مواطنينا خصوصا من فئة ذوي الدخل المحدود. معالي الرئيس، ما نبي يكون موضوع اللحوم أزمة وطن، بالإمكان حله عبر مقترحات مثل اعتماد البطاقة التمويلية وهي مطبقة في دولة الكويت الشقيقة، ويمكن عمل دراسات عليها مثل ما تفضل بعض النواب تكلموا عنها، كذلك فك الاحتكار وفتح السوق لاستيراد اللحوم من مصادر بديلة، وأيضا زيادة مبلغ الدعم الحالي للمواطنين بشكل مناسب. معالي الرئيس، هناك في أموال تصرف في غير محلها مثل دعم الغاز الذي يستفيد منه الشركات بالقطاع الخاص بأكثر من مليار دولار سنويا. الأوجب بدعم الغاز معالي الرئيس أنه يتوجه لدعم المواطنين بدل ما تستفيد منه الشركات الخاصة، والمواطن هو صاير في وجه المدفع وهو قاعد يطبق عليه قرار دعم اللحوم. معالي الرئيس، هناك ملاحظة أخيرة، أعتقد أننا نؤكد مبدأ التعاون مع الحكومة في وضع خطة لرفع الدعم عن سلع أو خدمات لكي نتفادى في هذه الإشكاليات. يجب التوافق مع النواب قبل كل شيء، فلا يوجد من يرضى بالإضرار بالمواطنين مطلقا. كان هذا القرار الذي لم يكن في حسبان المواطن في غير محله، وما لمسناه ونشاهده من تبعات سلبية لهذا القرار، والذي بدأت تطفو على السطح، وخاصة موجة الاستياء الشعبي الكبير التي عبر عنها المواطنون بمختلف مستوياتهم الاجتماعية في كل من المجالس ووسائل التواصل الاجتماعي. وعلى ضوء ذلك، أرى أن المواطن البحريني لم يجد من ينصفه في هذا القرار، ونحن اليوم مسؤولون مسؤولية تامة أمام الله وأمام الشعب البحريني العزيز، سواء السلطة التشريعية ممثلة في مجلسكم الموقر أو الحكومة، وقد آن الأوان بأن نقف في صف المواطن وأن لا نسمح بأي قرار يمس احتياجاته المعيشية أو مصلحته اليومية على اختلافها. لقد اتضح لنا بعد هذا القرار أن القضية لا تتعلق فقط باللحوم، بل أنها تعدت ذلك لتصل إلى ارتفاع الأسعار لمختلف السلع الأخرى المتعلقة باللحوم، خاصة في المطاعم، وكذلك ارتفاع اليد العاملة التي كانت رخيصة قبل قرار رفع اللحوم. يجب أن تتجه الحكومة إلى بدائل تنموية تساعد على سد العجز بدل الاعتماد الكلي على النفط. معالي الرئيس، المواطن لا يحتمل المزيد من التقشف. معالي الرئيس، على أي أساس تم تحديد مبلغ الدعم؟
ليش الرجل إلى 5 دينار والمرأة 3.5 دينار؟ أين مبدأ المساواة اللي كفل لها الدستور؟ وليش الابن اللي عمره 18 سنة فما فوق يأكل أكثر من الأب؟ ليش 3 دينار؟ احنا الحين قاعدين نقول حق الأبناء اللي عمرهم 25 وفوق تعالوا تزوجوا عشان بدل ما تستلم 3 دينار تستلم 5 دينار. فعلي أساس يعني شنو المعايير اللي حطوا عليها هاي المبالغ؟ أقول احنا في البحرين ما أعتقد صار اتفاق على قرار مثل ما صار اتفاق اليوم، فلا نفتح شهية البحرينيين. إذا نجحوا البحرينيين اليوم في هذا القرار وتكاتفوا وقدروا يحسون أنهم فازوا على الأقل بكسر هذا القرار، راح تفتح شهيتهم حق فتح ملفات لا يمكن تسكيرها. والله الله من وراء القصد، والكل يدري ان انا ايش اقصد. على الدوله اليوم تاخذ في الحسبان في سوق المحرق لاول مره اليوم يتكاتفون، هل المحرق على سبيل المثال نقول بشكل عام اهل البحرين، لكن في المحرق بشكل خاص ويا القصاصيب لا ويون يوميا الصبح يشجعونهم على الصمود لكسر هذا القرار، وهذا راح يفتح شهيه حق البحرينيين لرفض كثير من القرارات، لا وفتح بعدين ملفات، وما راح اتسكر ذي الملفات، اعيدها واكررها انا. لان هذا القرار تم اتخاذه بدون دراسه. لان ما زلنا وما زالوا بعض المسؤولين عندهم المقوله يعجبك زين ما يعجبك طق راسك في الطوفه. بس احب اقول لهم ان هذه المقوله انتهت، لان الاجيال اللي جايتكم اليوم غير الاجيال اللي راحت. الاجيال اللي جايه اليوم اجيال تصادميه. الأجيال تصادمية، وقد ما قدرون حاولوا أن أنتوا إذا بيكون في هناك قرارات أخذوا على الأقل رأي السلطة التشريعية، والسلطة التشريعية اليوم فيها لجنة كان بالإمكان أن الحكومة تأخذ وتعطي ويا هذه اللجنة بحيث تطلع على الأقل بأخف الضررين. ولكن مع الأسف الشديد الحكومة أخذت هذا الرأي من فرده، وهذا اللي حصل اليوم في البحرين. الشعب البحريني اليوم رافض القرار ورايح يزيد في رفضه، واللي احنا نسمعه كنواب من المواطنين لا 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 القياده تسمعه ولا الوزراء ولا اعضاء الحكومه، اللي احنا نسمعه اشياء خطيره. ولا اقول هالكلام الا حبا للقياده وحبا للبحرين وحبا لهذه الديره. ترى الناس متجهه لرفض هذا القرار، وفي محرق طلعوا قبل تقريبا 3 اسابيع اعتصام على اليسر وقفوا سيارهم على اليسر. لان الناس فقدت صبرها لان الحكومه ما عادت تراعي الناس، وهذه الاشكاليه اللي صايره. امر اخر، انا اثني على 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 وزير الصناعه والتجاره وشكره على صراحته، وهو اجتمع بالقصابين اعتقد وقال لهم، وهذه جراه منه، واحنا نحتاج اليوم حق وزراء من هذا النوع، نحتاج حق وزير لو يصدم المواطن بس يقول له الحقيقه. بمعنى قال لهم روحوا اتفقوا ويا الشركه، وهني يبين لك ان احنا شنو المشكله العوده اليوم عندنا في البحرين. المشكله ان الشركه هي اللي تتحكم في الاقتصاد، المشكله ان شركه تتحكم في غذاء الناس. يعني اذا كان الوزير بهذه الجراه، وانا اشكره على هذه الجراه وهذه الصراحه، قال لهم روحوا اتفقوا ويا الشركه على حل هذه القضيه، معناته الشركه عندها من الاسرار اللي هي تخوف بها الحكومة. ومثل ما احنا عرفنا من قبل كم من شهر عضو في الشركة هدد المواطنين بأنه بيمنع اللحم على البحرين، وهذه حقائق ما حق قروها في الجرائد. هذه وضعية البحرين، هذه وضعية البحرين اليوم الحكومة تنعز عن المسؤولية وتقول روحوا حق الشركة تفاوى الشركة. إذا والمواطن البحريني وين موقعه؟ أريد أن أنوه بأنه يفترض في حال رفع الدعم عن سلعة معينة يجب فإنه ينبغي رفعه بانتهاء السنة المالية وليس أثنائها، وذلك لسبب بسيط أن الميزانية تم تخصيصها مسبقا لهذه السلعة ولغيرها من السلع وفقا لقانون الميزانية. وحظينا بمناقشات وجلسات كلنا نعرف إجراءاتها المطولة، وبهذا القرار فإن الجهود تهدر والمناقشات والمحاضر كلها تعج بهذا الكلام.
بسبب العمل المنفرد من قبل الحكومة. سؤال إلى وزير المالية، ما مصير الأموال المخصصة لبند دعم اللحوم المخصصة والمفترض أنها متبقية في الميزانية لهذا الشعب حتى انتهاء دور الميزانية؟ أتساءل ما هو سبب رفع الدعم عن سلعة اللحوم أثناء غياب المجلس ما بين دورين الانعقاد؟ يعني بمعنى ما سبب حالة الاستعجال من جانب الحكومة؟ الحكومة تدعم من زمان يعني، لكن شنو سبب حالة الاستعجال لرفع الدعم عنها؟ رفع الدعم عن هذا اللحم. كيف للحكومة أن عدت ميزانية لإعادة توجيه الدعم لوحدها بعد قرار منفرد دون الرجوع إلى مجلس النواب؟ ألا يعتبر ذلك مخالف للدستور؟ طبعا هذا وفق المادة 109 من الدستور. على اعتبار أننا وافقنا على الدعم مع الرئيس على الدعم المادي، ما هو سبب التفرقة بين المواطنين على اعتبار الجنس بحيث أن الزوج يختلف عن الزوجة والكبير مختلف عن الصغير؟ ألا يعد ذلك مخالفة للقاعدة الدستورية المشهورة وفق المادة 18 من الدستور والتي تنص على أن يتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة؟ إن لم نكن أسوداً أكلتنا الذئاب. يا أخوان، إحنا اليوم إحنا لسنا ضد فلان أو فلان، لكن أنا أقول حقيقة لن يتغير شيء. هاي اللجنة حتى حرمت روح اللجنة ما طلعت إجازة، 3 أشهر هم يشتغلون ويعملون. عدل العسومي عمل ليل نهار. يا أخي احترموا الناس اللي يعملون. طلع القرار وهم يتناقشون والقرار طلع، وبعدين يترجون جماعة زام الخيل. طيب أجلوا شهر. يا أخوان بهالطريقة أنا أقول، أنا والله جايب اليوم يعني إحصائية ويايب دولة ثانية ليست نفطية وبتكلم، ايش فائدة الكلام هذا اصلا؟ خلنا اقول احنا عندنا مبدا اساسي خلنا نتفق عليه. يجب علينا يا اخوان ان لا نتعاطى كنواب بهذه الطريقة مع الحكومة. احنا وقفنا هني وقلنا وافقنا على برنامج عمل الحكومة ومستانسين عندنا مادة نستطيع بهذه المادة نسقط الحكومة بعد. قلنا لا والله ثقة بالحكومة بنتعامل. كلام كل مرة نسمعه المواطن هو الهم وتعاون، أي تعاون؟ وبعدين يا أخوان يعني هل يتوقع الإنسان، وأقسم بالله البحريني لو ما أكل اللحم ما بيموت، والله العظيم ما بيموت. لكن القضية ليست اللحم، قضية كرامة الإنسان. وأي وزير هناك جالس لو كان مكانه بيتكلم في نفس الكلام، لكن الدبلوماسية لها دور. فأنا أقول يا أخوان نحتاج إلى التصعيد، نصعد بطريقة أدائنا، نرجو ونطلب من الحكومة. يا أخي هذا الشعب الوفي ونحن نعارض ولا نقول أبدا الشارع أخرج وكذا. الشارع ما رشحنا حتى هو يخرج، رشحنا إحنا حتى نصعد وندافع. يا أخي إذا تبي الشارع هو اللي يكون مؤثر اليوم في قرار اللحم وأنت ما لك أي أثر، ليش رشحك عيل؟ كان جلس في بيتك، لكن هو أعطاك الصوت وطلع، واللي طلع من المستشفى وطلع قال هذا اللي يمثلني من بين المئات رشحك أنت. يا اليوم تقول اطلع أنت يا مواطن، المواطن يضغط؟ لا حبيبي، أنت تضغط على الحكومة. أما أن تخاف على مصالحك، بعضهم يخاف على مصلحته، يعرف إذا كلم الوزير أو الحكومة بهذه الطريقة ما بيحصل على مصالحه الشخصية. يا أخي وين القسم اللي أقسمت؟ يعني معقولة أنا رايح دولة ما بأذكر اسمها ليست نفطية ولا شيء، قعدت مع السياسيين هناك يتكلمون عن أمور وين متقدمة وإحنا في اللحم؟ عيب تكلم في اللحم. فيا أخوان أنا أقول إذا تتوقعون أنكم بهذه الطريقة نرجو ونطلب من الحكومة. يا أخوان إحنا قلنا والله الملك جزاه الله خير لما قال والله بتكون حكومة يعني مصغرة استبشرنا خير. يا أخي بعض الوزراء يغيرون، يعني ما حد يفهم إلا الوزراء، تعاش 10 سنين يا أخي غير الدماء لعله يغيرون من الواقع. إخفاقات في تجديد مصادر الدخل على المواطن وعلى غيره،
فأنا أقول يا أخوان وأقول لإخوان النواب أرضوا رب العالمين وقولوا كلمة الحق، ونحن لسنا ضد الحكومة، بالعكس أنا أقولها وأفتخر أنا مع الحكومة وولائي للحكومة، لكن الملك لما جعل هذا المجلس لكي ندافع إلى أين نريد أن نصل بهذا البلد، يعني عندنا أزمات سياسة، أزمات إقليمية وعالمية، حرف اليمن وفي سوريا، وعندنا أزمة، ما نقول أزمة، عندنا مشاكل داخلية، تأتينا بعد أن تفتح لي جبهة جديدة؟ فأنا أقول يا أخوان يا نواب كونوا أسود ودافعوا عن الحقوق، ويجب أن نصعد، أما بهذه الطريقة نتمنى، لا أريد أن أسمع، نتمنى ونطلب، أنت مو بجاي هنا، أنت نائب تمثل شعب، أنت تأمر وتقول يجب أن يكون كذا. أمامي مرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2005، المادة الأولى تنص فيه تمنح شركة البحرين للمواشي شركة مساهمة بحرينية مقفلة شين ميم باء ميم دون سواها امتيازا باستيراد اللحوم الاسترالية الحية في دولة البحرين بقصد توفيرها للاستهلاك المحلي، ويكون هذا الامتياز لمدة 5 سنوات، ويكون هذا الامتياز لمدة 5 سنوات يبدأ سريانه من تاريخ العمل بإحكام هذا القانون. صدر هذا المرسوم بقانون في تاريخ 20 يونيو 2001 ميلادية، أي أنه انتهى مدة صلاحيته لأنه ل5 سنوات، معناته من 2001 لغاية 2006، أي أنها حاليا شركة المواشي بدون غطاء قانوني، بدون غطاء قانوني، فما سبب بقائها ل9 سنوات إضافية؟ معالي الرئيس، المواطن البحريني خط أحمر، فلن نسمح بالتلاعب بمكتسباته، حيث بين صاحب الجلالة، حيث بين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان حفظه الله ورعاه في مقولته عزنا من عز مواطنينا، ونؤكد على مضاعفة الدعم مثل ما بين أخي الفاضل النائب عبد الرحمن بومجيد من خلال البطاقة التموينية التي اختارتها لجنة الدعم. أنا دائما أقول حق الحكومة لا تجربين المواطن، لا تختبرين المواطن أكثر من هالاختبار اللي سويته وفشل اختباركم. أنا صراحة أرفع العقال حق المواطن، أنا أرفع العقال حق المواطن اللي وقفة شجاعة، لأن مجلس النواب فشل ذريع أنه يأخذ مكتسب من الحكومة. ايش سويتوا لنا صراحة؟ بس قاعد نتكلم من الصبح الحين على لا شيء، ولا طلعنا بشيء، وأنا أقولها لكم بعد ما بنطلع بشيء. فلذلك أنا أقول خل الحكومة تعرف أن المواطن مثل ما قال صديقنا إبراهيم وحبيبنا، لا تفتحون لكم بيبان، هذه باب الحين انفتح، وإذا انفتح باب ثاني جرأت المواطن أنه يأخذ لك ترى مواقف حاسمة. الوضع اللي احنا فيه في البحرين ما يسمح يا جماعة، كم مرة نتكلم نقول الوضع في البحرين ما يسمح، وتقولون باكر يلا النواب رجعوا لنا السلام ورجعوا لنا الأمن، ورجعوا شلون تبون الأمن وانتوا واقفين ضد المواطن؟ أنا لأول مرة أشوف أنا أحد يتدخل في عيشة المواطن، أحد واحد يتكلم حق بطن المواطن. قلناها في السابق يا جماعة، ترى المواطن لا تمس في عيشته، مو أكله مو خبزه مو راتبه، بدل ما تزيد وتعطيه تروح تصك عليه. أنا لأول مرة أشوف أنا صراحة في العالم العربي، أبحث عن دول عربية قاعد تزيد على مواطنها، إحنا عندنا هني من مشكلة لمشكلة ومن ضغط لضغط، حق شنو؟ إيش نبي نوصل له؟ هذه الفترة وضعت الحكومة نفسها في حرج، وهي تعرف أنها حطت نفسها في حرج، لا البطاقة التمويلية ولا البطاقة ولا غيرها. أنا أقول للمواطن أصبر، إحنا فشلنا، إحنا مجلس النواب فشلنا أن نطلع لك حقك. أنا أقولها وأكررها، إذا ما قاموا كل النواب وقفوا يد واحدة وقالوا حق الحكومة هذا قرارك اللي اتخذتيه خاطئ، يا أخي رجع الوضع مثل ما كان مثل الأول، وبعدين سوي لكم دراسة. الدول الثانية لما تأخذ قرار وتأخذ لها 2 3 سنوات علشان
تعطي قرار حق المواطن. احنا على طول في ليلة وضحاها مثل ما يقولون. الحكومة اليوم مست المواطن في قوته، ويجب أن نحذر من هذه الأزمة. هذه الأزمة خطرة على الوضع الأمني في البحرين. هي ليست أزمة غذائية بل هي أزمة أمنية. أنا اليوم لما آيل المواطن ومس قوت يومه وأرفع من قيمة سعر اللحوم، الحكومة لما رفعت الدعم زاد سعر اللحم، وللأسف الشديد أن من قام بهذا الأمر هم مستشاري السوق، هم مستشاري السوق، هم من أشار على الحكومة بهذا الأمر، لأن هناك في أبواب يمكن للحكومة أن تعالج الأزمة التي تمر بها البلاد، ألا وهي الأزمة المالية أو هبوط أسعار النفط. هناك الغاز ممكن أن الحكومة وهذا الوفر اللي بتوفره من رفع الدعم عن الغاز أكبر من مس قوت المواطن البحريني. فأنا أرى أن يعود الوضع إلى ما كان عليه برفع الدعم، يعود الدعم إلى المواطن، وتنظر الحكومة إلى حلول أخرى غير المساس بقوت المواطن. طبعا القرار هل اتخذت الحكومة في محاذير وانعكاسات سلبية وحذر منها قبل لا تقع، واليوم الكل والحكومة تشهد السوق صاير سوق. أولا امتناع الناس عن شراء اللحوم، كذلك القصابين امتنعوا، ما امتنعوا لقلال أسعار، لا لسعر اللحم امتنعوا لأن ما حد يشتري من عندهم أساسا. وأنا بنفسي رحت سوق المنام وسوق المحرق وشفت الذباح معلق ولا حد يشتري، أسود بعد طبعا. واتصلنا بمكتب سمو رئيس الوزراء وراحوا هناك وشافوا بعينهم كل السلبيات اللي كنا حذرنا منها من قبل، ولكن يعني ما حد سمع لنا. طبعا كذلك التضخم في الاسعار، اليوم لما سالني الحكومه قال لهم شن بيصير سعر اللحم؟ قالوا 3 دينار، دينارين ونص. انا شاري لحم امس ب 4 دينار، هو ب 5 بس حصلت تخفيض دينار واحد، 5 دينار قيمه اللحم امس شاري انا. اي نعم. طبعا اضافه الى تكبد القصابين، تكبدهم خسائر، ونتمنى يعني من الحكومه ان يعني تنظر الى القصابين، خاصه انهم اصحاب مهنه واصحاب حقيقه، يعني كانوا يوم من الايام يوم كانت الشركه تعثر في توفير اللحوم للبحرين كانوا هم يشتغلون ويخدمون الناس ويوفرون اللحم للناس، والحكومه كانت تدعمهم. الحين القصابين اكثر من شهر تقريبا وهم الصراحه ما دخلوا دينار واحد، عندهم التزامات، عندهم اولاد، عندهم كذلك عمال. لا يمكن يا معالي الرئيس 5 دنانير و3 دينار ونص ودينارين ونص، هذا غير معقول. قبل الرفع كان يجب على الحكومة الموقرة تقوية جانب الرقابة على المحلات والمطاعم ومنع تضخم الأسعار. أكدنا يا معالي الرئيس مرارا وتكرارا في برنامج عمل الحكومة إلى إضافة أثناء مناقشتنا الميزانية العامة للدولة للعامين 2015-2016 على أهمية عدم المساس بالمواطن، وأبدت حينها الحكومة الموقرة الالتزام حيال ذلك. أما ما يحدث عن خطوات حاليا من رفع الدعم عن اللحوم فلا أعتقد يا معالي الرئيس أن الحكومة وفقت في ذلك وأن الخطوة غير مدروسة بشكل كافي، لأن تبعات رفع الأسعار سوف تمس المواطن بشكل مباشر وغير مباشر. يعني ما هي هدف الحكومة من إعادة توجيه الدعم؟ أليس توفير مبالغ إضافية
لدعم بها مشاريع أخرى في الحكومة؟ نعم، هذا هو هدف الحكومة من إعادة توجيه الدعم، توفير مبالغ إضافية ليستفيد منها المواطن نفسه. طيب خلينا نذكر بعض الأرقام اللي جات بعد برنامج أمل الحكومة ووضعت في ميزانية الدولة بعد هذه القرارات. هل هذه المبالغ تسوى بالعامية، تسوى ان احنا نقوم الدنيا ونجلسها على هذا الموضوع؟ انا وفرت ما يقارب من 11 الى 14 اذا زيت 15 مليون دينار من إعادة توجيه دعم للحوم فقط، وعطيت المبالغ اللي كنت أدعمها فيها الشركة، أعطيت حق المواطن من 5.3 دينار ودينارين ونص. طيب المبالغ هذه خلينا نقول 11 أو 15 مليون وين راحت؟ وين بتروح؟ هل بتروح للمواطن؟ لا، ما بتروح للمواطن. خلينا نشوف بتروح حق من. هاي مو من عندي الكلام، هذه من برنامج عمل الحكومة زائد ميزانية العامة للدولة نفسها. خلينا نشوف هل مصلحة الحكومة هل انها تفكر في الشعب؟ خلينا نشوف. 3.5 مليون دينار عشان السفير الفلاني لدولة البحرين يرتاح في سريره. شلون 3.5 مليون دينار لسكن سفير لأحد الدول الخليجية، سفير البحرين لأحد الدول الخليجية، مبنى جديد عشان يرقد فيه؟ 3.5 مليون دينار، هذا ظلم. إذا أنا أشير 11 مليون و 12 مليون دينار وعشان أنا أضخها للمشاريع المهمة في الدولة يستفيد منها المواطن، وأعطي 3.5 مليون دينار بحريني لسكن السفير في دولة الكويت، هذا ظلم للمواطن. 600,000 دينار لترميم سكن السفير في مصر. 600,000 دينار أنا أشتري قصر في مصر، ما أرمم سكن في مصر. أشيل من المواطن وأحط وأعطي حق شخوص عشان الجاه، عشان أطلع بصورة حلوة. يا أخي إحنا عيال، إحنا من زمان عندنا 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 سفارات. في الكويت عندنا سفارات، وفي القطار، وفي السعودية، وفي مصر، في كل دول العالم عندنا سفارات. ترميم سكن السفير في واشنطن 350,000 دينار من قوت المواطن. 208,000 دينار لتعديل بعض التعديلات لسكن السفير أيضا في واشنطن، أشيله من قوت المواطن. أنا سويت إعادة توجيه الدعم ليستفيد منه المواطن، مو عشان يستفيد منه وزراء. هذا ظلم وحرام. تكلمنا قبل في هذا الموضوع وقلنا ملاعب كريكت ولا حياة لمن تنادي، وقمنا الآن كثير وكثير وكثير كثير من الأشياء. 145,000 دينار مبنى، تعديل مبنى في نيويورك للبعثة الدبلوماسية في نيويورك. الله الله، أنا قاعد حين أوفر من المواطن. يا أخي وفر من مشروع، من كبري، من بنى تحتية، تشيل من مواطن وتعطي سفراء؟ هذه كلها قيمة ترميم منازل ومباني تعادل قيمة قصور في البحرين. هذا الموضوع هاي مو من عندي، هذه موجود، هاي الكلام موجود، الحكومة مسلمتها لنا. هذا الكلام كله من ظهر المواطن. في سنة 2013-2014 الدعم للمواد الغذائية 67 مليون، وقلت أنه اللعبة راح تصير في مبلغ الدعم، وفعلا في ميزانية 2015-2016 نزل مبلغ الدعم إلى 43 مليون. ونبهت على أن الدعم هو قانون، يعني لا يمكن للدولة أن تقرر بطاقة تموينية أو مبلغ دعم إلا بقانون.
ما هو القانون الذي استندت إليه الحكومة في صرف المبالغ للمواطنين؟ لا يوجد قانون سوى أنه رقم في الميزانية العامة مخفض، وقالوا أن الدعم سيكون للبحريني وينحى الدعم عن الأجنبي. للأسف أنه لا يوجد قانون يقرر الصرف، والإخوان يتكلمون عن مسألة دستورية في المساواة، في حين أن المادة 31 تعطي تنظيم الحقوق ولكن بقانون، ولا يوجد إلى الآن قانون. حتى أن الوزارة التجارة حينما رفعت الاحتكار عن شركة المواشي وهي ما زالت مساهمة في الشركة بنسبة 30%، والشركة تحتكر الحظائر والمسلخ، لا يوجد شركة أخرى لديها حظائر ومسلخ، هي الشركة واحدة، فبالتالي هي متحكمة في الأسعار. ثم أن الحكومة تدعي أن الأسعار حرية رأس المال وتقرير الأسعار، فمن حق الشركة أن ترفع السعر كيفما شاءت، إن شاء الله تبيع الكيلو بمئة دينار، ولا لا حكومة ولا نائب يقدر يحكمها، لأن أنت تتكلم عن اقتصاد حر، ما بغيت لا تشتري، لكن أن تحتكر والحكومة لا ترخص لا لحظائر ولا لمسلخ إلا لشركة واحدة هي مساهمة في الاحتكار ومسؤولة عن الاحتكار. حينما وضعت الدراسة، يعني أنا أريد دراسة إعادة توجيه الدعم كان يشمل الغاز، يشمل البنزين، يشمل الكهرباء، ويشمل المواد الغذائية. تكلمنا، ابتدئوا عفوا، ابتدئوا يا جماعة بما يسهل جمع البيانات. عفوا معالي الرئيس، يسهل جمع البيانات في دعم الكهرباء. كل عداد مسجل لدى الحكومة، كل عنوان مسجل في الحكومة ومسجل لدى الإحصاء بعدد الساكنين ومن يسكن فيه. فالكهرباء للأجنبي من غير دعم للمواطن مدعوم، البيل يجي بوضوح، بيانات واضحة. الغاز الشركات تستفيد منه من غير دعم، مواطن بدعم معروف وبيانات واضحة. ابتدأت الحكومة في التطبيق لما ليس لديها بيانات كافية. راجعنا اللجنة المعنية اللي شكلتها معاليك مع الحكومة، لم يأتوا بأي بيانات إلى اللجنة، لا زالت اللجنة تفتقر إلى بيانات، والحكومة ما عندها بيانات. وعرفنا في الصيف أنهم أجمعوا البيانات في فترة قصيرة جدا، لدرجة أن بعض المواطنين ما استفادوا من المبلغ، لحد الآن ما نزل. المشكلة يا إخوان ليس في التصعيد في الكلام، ليس في المناقشة العامة، في التوصيات وما يليها. أنا اقتراحي معالي الرئيس أن يجب أن يوجه استجواب لوزير التجارة باعتبار عدم ترخيصه لعدة شركات أخرى لعمل حظائر ومسالخ. اثنين، يجب توجيه استجواب لوزير المالية في كون سمح بصرف مبالغ نقدية للمواطنين بالتمييز بينهم ودون وجه حق من القانون، لأن كان الدعم في السابق كان موجود على أساس أنه تحصل على الشركة، والشركة هي الوحيدة التي لديها. ثلاثة، هذا الموضوع يرفع إلى سمو رئيس الوزراء ليناقش ويدرس توجيه الدعم للحوم. الثاني، بياناته يستطيعون الوزراء أن يقرروا في خلال شهر واحد جمع البيانات مثل الغاز مثل الكهرباء في شهر واحد، لكن مسألة اللحوم يستحيل. عندك عدة اقتراحات معالي الرئيس، اقتراح بالبطاقة، اقتراح بأنه مع تعاقدات، هذا يجب أن يؤجل ويطبق في سنة 2017-2018 في الميزانية، لأن برنامج الحكومة يشمل 4 سنوات ما شمل هذا الشيء. شكرا معالي الرئيس. معالي الرئيس، نرجع حق موضوع اللحم. يعني احنا الشارع نفس ما قال الاخوان ترى مو بجاز حق الشيء ذي، زيادات من 2011 نفس ما ذكر اخوي محمد الاحمد، من 2011 ما في زيادات، والمدخول كلش ضعيف، بني احنا في اللحظه ذي بناخذ موضوع الدعم، ولا الدعم يشمل نسبه قليله طبعا 20% من الدعم التغذيه، الاكثريه هو الكهرباء والنفط. انا مو بعارف الحكومه اتجهت حق هذه، هل كان اسهل لهم ولا شيء؟ والكهرباء والتغذيه يمس بالمواطن دايركت معالي الرئيس، يعني كنا المفروض يبتدون بالكهرباء والنفط اكثر شيء. طبعا اخواننا اشتغلوا ليل ونهار في لجنه
على توجيه الدعم وراحت لجنة مصغرة وما قصروا واشتغلوا 4 أشهر ولا إجازة لا رمضان لا عيد، وفي النهاية ما حصلنا أي شيء من عندهم. يعني أنا مستغرب معالي الرئيس، أنا توقعت الحكومة على الأقل المبلغ اللي نزلوه حق 3 أشهر اللي هو 5 مليون اللي نزلوه حق 3 أشهر على الأقل لو معطينا حق شركة المواشي أنها تمشيها لنهاية السنة لغاية ما نشوف حل بطاقة تمويلية أو شنو تصير القرار هذه. فما ظن القرار كان صعب ولا كان في دراسة، إن شاء الله يرجع الموضوع ونرجع يعني ولا سالفة إن إحنا بعض الإخوان مقدمين مقترح إن نزيد من 7 من 5 إلى 7 من 7 إلى 8. أنا في نظري ما نحتاج نرفع، لازم نرد القرار مرة ثانية ويرجع اللحم نفس ما كان. إحنا طرشنا للحكومة عدة أسئلة وعدة جداول عن الكهرباء، عن النفط، عن الغاز، عن مشتقات النفط كلها، ما حصلنا ولا جواب من عندهم لليوم هذه. قدمنا لهم رؤية متكاملة من مجلس النواب. الحكومة من فشل إلى فشل، من فشل حكومة مسقرة، ما شفنا حكومة مسقرة، من حكومة حتى تخبط في الحكومة ما تعرف تتخذ قرارات. القرارات اللي تأخذها كلها قرارات خاطئة، ما قاعد تتخذ قرارات سريعة. احنا لما نحق الدعم عطيناهم رؤية، قلنا لهم اول ما ابتدي بالغاز، الغاز اللي شكل 464 مليون اي ما يشكل من 40% من قيمة الدعم المقدم للحكومة. اذا جينا حق الكهرباء ما يشكل من 350 مليون اي ما يشكل 27% من قيمة الدعم المقدم للحكومة. اذا جينا حق مشتقات النفط 311 مليون اي ما يشكل 21% من قيمة الدعم اللي تقدم الحكومة. اذا جينا حق اللحوم نشارك الناس في قوت يومهم 5% اللي يشكل 5% 67 مليون وفي برنامج الحكومة، الحكومة وعدتنا ان رايح لا يمثل مواطن لا عن طريق مباشر ولا عن طريق مباشر ولا غير مباشر. وياك في الميزانية العامة للدولة كذلك سمعتنا نفس الكلام، وحتى في اجتماعاتنا وياهم قالوا ان احنا لا راح نمس المواطن عن طريق مباشر او غير مباشر، وبالاسف الشديد انهم يروحون حق الاشياء الصغيرة. انا لو رحت حق النفط رحت حق الغاز انا حذر الحكومة لو بتتجه في اي رفع للدعم للقيل الرجوع للسلطة التشريعية راح نوقف التعامل مع الحكومة، راح نرفع ورقة عدم التعاون مع الحكومة. هذه تحذير من مجلس النواب، مجلس النواب واصحاب العظام الشريفة يجب ان تكتب اللي من وضع الدعم، من رفع الدعم هو الحكومة، من وضع الأسعار هي الحكومة. مجلس النواب لا يتحمل أي مسؤولية، فشل الحكومة في سياستها المالية والسياسية والنقدية هذه اللي وصلتنا له وراح توصلنا لأزمات. احنا في أزمة مالية وفي أزمة سياسية وفي أزمة غذائية وفي أزمة اجتماعية راح تصير، وقالوها الأخوان وما راح يكون عندنا أي شيء. معالي الرئيس، كل اللي عرضناه الاسبوع اللي راح بالنسبه حق علاوه الغلاء وبالنسبه حق علاوه المتقاعدين وبالنسبه حق علاوه الاجار مال الاسكان راح تمس وراح يمس المواطن. وانا عند كلمتي، والارقام اللي موجوده في الميزانيه اللي تكلموا عنها اللي وافقوا على الميزانيه موجوده، الارقام في الميزانيه وافقوا على مجلس النواب ان هذه المبالغ راح تخفض. يوم سالنا وزير الماليه قال حطيناه في بند تحت وزاره الماليه، لكن الارقام الحكومه عندها النيه لتخفيض هذه الامور لان قللتها في 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 البند المخصص لهذا العلاوه القلاء او المتقاعدين. وبشان موضوع رفع الدعم عن اللحوم، الان بدانا نرى النتائج السلبيه من هذا القرار الانفرادي. اولا القصابون مهددون في ارزاقهم، عدد كبير من المواطنين لا يستطيعون شراء اللحم لان اسعاره ارتفعت 200%، وأسعار المطاعم ارتفعت تدريجياً وسوف ترتفع أكثر وأكثر وسوف ترتفع أسعار سلع أخرى، وبالتالي ستقل القدرة الشرائية لدى الناس وهذا يعني ضرر كبير للاقتصاد، في حين أنه كان بإمكان الحكومة كما قال بعض الأخوة النواب أن تبدأ برفع الدعم عن الغاز مثلاً لأنه سيوفر مئات الملايين من الدنانير، بعكس رفع الدعم عن اللحوم الذي نراه يوفر أكثر لا يوفر أكثر من 15 مليون دينار. وهذا هو الأمر المحير بالفعل معالي الرئيس، فلماذا بدأت الحكومة بسلعة مثل اللحم؟ هل المواطن ذو الدخل المحدود هو الطوفة الهبيطة عند أي مشكلة أو أزمة مالية تمر بها الحكومة؟ ثم لماذا ذهبت الحكومة في تطبيق قرار الانفراد دون أن تتوافق مع النواب؟ لذلك أنا أسأل ممثلي الحكومة،
هل أنتم جادون في التوافق مع النواب أو أنها مجرد شعارات؟ معالي الرئيس، ودي أن أؤكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج عملها وفق الدستور وحسب ما أقر مجلسكم الموقر وفق الإجراءات الدستورية. ومن خلال برنامج عمل الحكومة كان هناك توجه واضح وصريح، وقد أقر مجلسكم الموقر بأن الحكومة مسارين أساسيين فيما يتعلق بالمحور المالي والاقتصادي، وهو زيادة الإيرادات الحكومية وترشيد المصروفات. فكان هناك المسار الأول وهو الذي يتحدث عن تخفيض المصروفات المتكررة للوزارات والجهات الحكومية عن طريق إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، والمسار الآخر الذي يتعلق بإعادة توجيه الدعم الحكومي لمصلحة الفئات والقطاعات المستحقة. ما حدث خلال الفترة الماضية معالي الرئيس بأن الحكومة بدأت بنفسها أولاً من خلال جملة من الإجراءات، فبعد أن أعيد التشكيل الوزاري تم الإعلان عن دمج أكثر من 10 جهات حكومية كمرحلة أولية، وهذا سينعكس إيجاباً على ما يتعلق بخفض المصروفات الحكومية. وشكلت أيضاً فرق عمل الآن تعمل داخل الحكومة لخفض المصاريف الحكومية التي لا تمس القوى العاملة، على أساس أن معظم الذين يعملون بالحكومة أيضا هم مواطنون ولهم حقوقهم ويجب أن نحافظ على مكتسباتهم. ما حدث معالي الرئيس أن هذا أو هذان المساران اللي نص عليهم برنامج عمل الحكومة يهدفان إلى تنفيذ سياسة مالية مستدامة، فكان لابد من اتخاذ هذه الإجراءات وفق تقلبات أسعار النفط واعتماد الجهاز الحكومي على إيرادات النفط بالدرجة الأولى، مع البدء في تفعيل مسار زيادة الإيرادات الحكومية بحيث لا يمس المواطن في هذا المسار. شكلت لجنة من باب التعاون مع مجلسكم الموقر مشتركة لبحث المسائل المتعلقة بإعادة توجيه الدعم. تم خلال العمل تبادل المعلومات والإجابة على جميع الرسائل التي وردت إلى الحكومة في هذا الخصوص، وما زال العمل جاري، لم يتوقف بالنسبة للحكومة في هذا الجانب. الحكومة أعلنت من خلال الاجتماعات التي عقدت مع اللجنة توجهها بأن يتم دخول موضوع دعم اللحوم بالتحديد حيز التنفيذ، مع إبقاء الباب مفتوح لمراجعة الآلية التي تم التنفيذ من خلالها، بأن يتم التحول من الدعم النقدي المباشر للمواطنين إلى أي آلية ثانية بما فيها موضوع البطاقة التموينية إذا تم التوافق مع مجلسكم الموقر في هذا الخصوص. ولكن قبل اللحم يجب أن نثبت أمر آخر، بأن الحكومة لم تبدأ بإعادة توجيه الدعم للحوم، وإنما بدأت بالغاز الموجه للمصانع والشركات وفق قرار وزير سعادة وزير الطاقة في هذا الخصوص في شهر مارس الماضي. والآن نحن في مرحلة لرفع الدعم عن هذه السلعة وهو الغاز، بحيث أن يكون وفق الأسعار العالمية، وما سيخفض أيضا من الضغط الحاصل في بند المصروفات في الميزانية العامة للدولة. نحن نقف على نفس الضفة مع مجلسكم الموقر فيما يتعلق بمصالح المواطنين. تم إعادة توجيه الدعم للحوم نعم، ولكن ما حدث أن المبلغ النقدي الذي كان يستفاد منه من قبل غير المواطنين الآن هو موجه للمواطنين. من كان يستفيد منه لأغراض تجارية تم تحويله للمواطنين. قد يكون هناك ما زال النقاش مفتوح على آيات التنفيذ، ولكن المبدأ الحكومة ومجلسكم الموقر متفق عليه، وهو إعادة توجيه الدعم للمواطنين في هذا الخصوص. أريد أن أؤكد معالي الرئيس على نقطة أخرى، بأن هناك لا تمييز فيما يتعلق بتنفيذ الحكومة لسياستها. سبق وأعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن الدعم النقدي المباشر يوجه لرب الأسرة، لم يذكر بأنه رجل أو امرأة. إذا كان رب الأسرة، إذا كانت المرأة مطلقة أو أرملة فهي تعتبر في سجلات السجل السكاني رب الأسرة، فيذهب لها مبلغ الدعم المخصص لرب الأسرة ومن ثم إلى بقية أفراد الأسرة. الحكومة ملتزمة بهذه السياسة وهذا التوجه، ولن نحيد عنه فيما يتعلق بمساس بالمواطنين على أسس قد تفسر بأنه تمييز، فلا يوجد تمييز بهذه السياسة وهذا التطبيق الذي يحصل من قبل الحكومة. معالي الرئيس، من خلال متابعة بعض المداخلات التي وردت من أصحاب السعادة النواب الذين كن لهم كل التقدير وكل الاحترام، تبين من بعضها أن هناك بعض التجاوز في بعض التوصيفات،
وهو ما يمس هيبة وكرامة المؤسسة الدستورية التي بالدولة وهي الحكومة، وهذا ما يتعارض مع اللائحة أو المادة 63 من اللائحة الداخلية للمجلس النواب الموقر، وأيضا المادة 85 من نفس اللائحة تتيح للحكومة بناء على طلبها أن يتم الحذف من منضبطة الجلسة أي كلام يصدر خلافا لأحكام هذه اللائحة. فأنا أتقدم لمعاليكم بأن يتم إعطاء الجهات الحكومية فرصة لمراجعة المضبطة قبل اعتمادها وطلب حذف ما يجب أن يتم حذفه من المضبطة. شكرا معالي الرئيس. خلنا نرجع حق الدعم في الأساس أو الإجراءات اللي الحكومة لازم تأخذها. ما ضبطت أمورها مع الشركة، الشركة يفترض اللي نعرفه تبيع بدينار تحصل دعم دينار ونص، ليش راح 3.5 دينار؟ الرغابة اللي سويتوها على المطاعم ليش ما سويتوها على ذي الشركة؟ شركة اللي ما زالت تأخذ دعم كل منشآت تمات الحكومة، ليش خليتوها ترفع السعر على طول 3.5 دينار؟ ليش الحين هي نزلت لي 2.5 دينار؟ عدم محاسبة الشركة، لعبت في الأول وفي التالي، وحين هنا قاعد تقول لهم طبطب عليهم. هذه فوق 40 سنة قاعد تأخذ من خير البحرين. هذه واحد. إضافة إلى إحنا نبي نتكلم كنواب في أمور أخرى، موارد، تنمية الموارد وين عنها، الاستثمار نفسه لازم نعيد فكر أو قناعاتنا في الاستثمار. أنا أجيب لي مستثمر أجنبي أعفيه وأسوي له وأعطي له المستثمر الأجنبي، إذا ما يعطي البحرين أحط عليه ضرائب، إذا ما يضيف لي نسبة بحرين أحط عليه ضرائب، إذا ما يعطيني ما يزيد الدخل القومي مالي مال البحرين أحط عليه ضرائب. ما بيستأيب مستثمر عشان بس أفوشر أنا عندي 600 مصنع وصاروا 800 وصاروا 1000 على شنو؟ عشان أصرف عليه؟ فكرة إذا أنتم تبون تحطون بحرين حطوا استراتيجية كاملة عشان تنهضون بالاقتصاد الوطني. نحتاج اقتصادية كاملة، استراتيجية كاملة، استراتيجية اقتصادية، لكن مرة مني ومرة مني ومرة مني ما بنوصل لحل. شوفوا دول الخليج تعاني لكن نحن نعاني أكثر. مع الرئيس أنا أتمنى إذا تعطيني دقيقة على الأقل أكون يعني أغطي الموضوع بقدر المستطاع. هل إحنا هيئنا السوق؟ هل هيئنا شركات أخرى عشان يصير في تنافس، عشان يقدمون أفضل خدمات حق الناس، أفضل لحوم حق الناس، أفضل أسعار حق الناس؟ ما هيئنا شيء. خلينا نتكاشف. صدقون إحنا كمجلس نواب طرحنا بعض الأمور كتوفير أحسن من رياضة الحكومة، لأن في النهاية إحنا نتعامل من خلال مسؤولية وطنية، ما نتعامل من خلال نحن مجرد نطلع مجرد إن إحنا بصوت العالي فما آخر رسالة للحكومة. ثقة أبو إبراهيم أقل من 10 ثواني. آخر رسالة للحكومة أقولها بقلب صافي وبثقة وأقولها بأمانة وطنية، ترى إحنا بنمد يدنا لكم عشان ننتشل البحرين، عارفين الوضع الاقتصادي مو بعدل، عارفين البحرين تحتاج اجراءات، واحنا بنكون لكم عون. بس انتم بعد تفهموا اللي احنا نطرحه على اساس ان احنا نوصل للصيغه التوافقيه اللي برنامج عمل الحكومه قالها. كما سبق وحضرنا مع لجنتكم الموقره وقدمنا كل الاستفسارات اللي طلبتوها فيما يخص مستوردين اللحوم، وناقشنا معاكم ان مش من إعادة توجيع من تاريخ إعادة توجيه دعم اللحوم بس، بل من تواريخ سابقة موجود 69 سجل لاستيراد اللحوم في مملكة البحرين، وهذه السجل موجودة وفعالة وليست وهمية. إذا بعضها يمارس بعضها ما يمارس، بعضها يمارس بصفة يومية أو بعضها يمارس بصفة متقطعة، فهاي شيء يخصه ولا يخص الوزارة، فكل من أدرى بمصلحته. النقطة الثانية الله يسلمك اللي نسمعها وتتكرر ان القصاصيب يتلقون ارهاب وتوعيد ان اذا ما رجعوا راح تسحب رخصهم. هذا كلام ما صدر من وزارة التجارة ولن يصدر من وزارة التجارة، ولا احنا وزارة ارهابية لنرهب الناس. احنا نؤمن بدولة المؤسسات والقانون ونمشي بحرف القانون. كل انسان حر في قراره ويتحمل مسؤولية قراره. فلم يحدث هالشيء ولا مني ولا من أي مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، ولن يحدث هالشيء. أحب أوضح هالنقطة للنقاش. الشيء الآخر طال عمركس اللي سمعناه أن أنا قلت حق القصاصيب أول شيء أنا ما اجتمعت مع القصاصيب، اجتمعت مع الشركة أولا.
أنا ما اجتمعت مع الشركة أولاً ولا مع القصاصيب ثانياً، أنا اجتمعت مع اللي طلب يجتمع معاي، ومكتبي مفتوح في أي وقت، اللي يحب يجتمع يتفضل، واللي يبي يشوفني أهلاً وسهلاً فيه في أي وقت. الشركة هي طلبت الاجتماع مش من الآن، من 3 شهور، واجتمعوا مرة أخرى ومرة ثالثة ومرة رابعة وياي، مش اجتماع واحد. القصاصيب ما حد طلب منهم، ويوم طلبوا اجتماع حصلوا على اجتماع في 48 ساعة، وفعلا كان الاجتماع الأسبوع الماضي، وأنا اللي قلت لهم روحوا تفاهموا مع الشركة، كان على شروط البيع والشراء، وكان شرطين أساسيين اللي هما المقدم، كانوا طالبين 500 دينار على كل قصاب، وكانوا طالبين الدفع مقدم. واللي سألتهم سؤال واضح قبل لا تقولون أن الشركة فرضت عليكم، هل أنتوا طلبتوا منهم إعادة النظر في هالشروط؟ والرد كان لا، احنا ما اجتمعنا معاهم، وطلبت منهم أن يجتمعون على وعسى يجدون حل، وإذا ما وجدوا حل إن شاء الله احنا بنحاول نتدخل ونصل إلى صيغة توفيقية. مباشرة بعد اجتماعي اجتمعوا مع رئيس مجلس إزارة الشركة، وأزالت الشركة 500 دينار، وقدمت لهم شهر فسح في الدفع أن يدفعون عقب شهر، وتم هم على طلب القصاصيب قالوا نبي أسبوعين ما نبي شهر. فيا جماعة إذا في مجال أن احنا نجد حلول خلنا نبتدي نحل المسألة بند بند، وعقب اللي نتفق عليه نخليه للآخر ونصل إلى حل إن شاء الله. ولكن أنا لم أقول للشركة أن أنا معاكم، ولم أقول حق القصاصيب أن أنا ضدكم، احنا كطرف طرف في الوسط، لا احنا مع الشركة ولا مع القصاصيب، احنا ننظر للمصلحة العامة، ودورنا كوزارة أن نحفظ الموازنة بين الطرفين. بالنسبة لما قيل أن الوزارة تملك 30% من الشركة، هذا الكلام غير صحيح، الوزارة لا تملك فلس واحد في الشركة، وليست لنا أي مساهمة في شركة البحرين للمواشي. وبالنسبة لسعادة النائب محمد ميلاد اللي تفضل وقال يحب يستجوبني بالنسبة للحظائر والمصالح، وأوفر عليك الله يسلمك، هذه من اختصاص البلديات مش من اختصاصي، فبأوفر عليك الاستجواب. احنا اخذنا استراتيجية واضحة في بداية الامر، كانت استراتيجيتنا ان احنا نضع السوق ياخذ مساره، ولذلك التزمنا الصمت والحياد في اول 5 ايام من المرحلة الانتقالية، واستلزمنا التدخل لما شفنا تلاعب في الاسعار من بعض المطاعم. وفي اعتقادي ان الفريق الوزارة قام بدور فعال ومهم، وتلقينا 2000 شكوى واستفسار من المواطنين، منها كان 192 بلاغ، بعضها كان في صحة بعضها غير صحة، من عفوا 2000 بلاغ، منها قدمنا 192 انذار، 187 من اللي استلموا انذارات استجابوا، وهذه مؤشر جيد ان في تعاون من السوق وفي التزام. الخمسة اللي ما استجابوا اخذنا عليهم اجراءات تصحيحية وامرنا باغلاقهم اداريا، وما زلنا مستمرين في هالوضع إلى ما نحس أن الناس اقتنعت أن ما في تلاعب في السوق. كل شكوى تصلنا في إدارة حماية المستهلك تؤخذ بعين الاعتبار على حدة، وندقق فيها ونتحرى فيها ونتأكد من صحتها، وإذا ثبتت صحتها ناخذ الإجراء المناسب، وإن شاء الله مستمرين على هالحال، وإن شاء الله نشوف إحنا حين بدأت الشكاوي تقل، وهذا أيضاً مؤشر إيجابي بالنسبة لنا أن الوضع في السوق بدأ يتعادل. أكرر كلامي، المجال مفتوح للاستيراد، ما في أي حكر من الوزارة ولا في أي شروط من الوزارة اللي تمنع ذلك. إلى أين تنطلق الحكومة الموقرة في هذا الملف؟ وأين تقع مسؤولية المجلس النيابي؟ وسؤال آخر، أين قصر المجلس النيابي في هذا الملف؟ وكلنا يعلم بأن المجلس لم يقصر، وأن اللجنة المعنية التي أخذت على عاتقها هذه المسؤولية الكبيرة واصلت عملها لمدة 4 أشهر بدون توقف، واستخدمت آليات الاجتماع مع الحكومة وتوجيه الأسئلة وتقديم اقتراحات وتقديم سياسات بديلة لتوجيه الدعم. ولكن السؤال الأهم على الرئيس، لماذا تم التفرد باتخاذ القرار النهائي في هذا الملف؟ وسؤال آخر، ألم يتم الاتفاق مع الحكومة أن تكون قراراتها في هذا الملف بالتوافق؟ وأليس الموضوع أكبر من كيفية وآلية التعامل مع ملف واحد وهو ملف اللحوم
نحن نتحدث عن سياسة الحكومة في إعادة توجيه الدعم ولا نحصرها فقط في ملف اللحوم. بطبيعة الحال لدينا ثقة كبيرة في سمو رئيس مجلس الوزراء، ونعلم بأن هناك تحديات كبيرة اقتصادية تواجهها الحكومة، ولكننا كذلك وفي الوقت نفسه نعلم بأن المواطن واحتياجات المواطن وتوفير الحياة الكريمة له والحفاظ على مكتسباته والعمل كذلك على زيادة هذه المكتسبات هو ما أقسمنا على احترامه والدفاع عنه. لابد أن نفعل أدواتنا الدستورية. جلالة الملك نص على يؤكد على موضوع عن كل سلطة تأخذ دورها وعدم تدخل السلطات في بعضها البعض. الآن احنا نتكلم عن مادة دستورية التعاون. أين التعاون؟ اللجنة قاعدة تجتمع ويا الحكومة وهم يصدرون قرار كم الوفر اللي بيوفرونه في الميزانية؟ 0.5% مثل ما تفضلوا الإخوة، 0.5% من ميزانية الدولة تخلي العالم الضج عليها؟ خلهم يروحون للبنود اللي فيها وفر في الميزانية. خلنا نشوف استراتيجية فعالة من قبل الحكومة تعرضها على مجلس النواب. معالي الرئيس، لا توجد هذه الاستراتيجية ولحد اليوم احنا نقضي السنة 14 في هذه المؤسسة التشريعية. أين هي الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل من قبل الحكومة؟ الخطأ ليس خطأ الحكومة معالي الرئيس، خطأ المجلس الذي لم يحاسب الحكومة ولم يلزمها ولم يستخدم أدواته الدستورية. شكرا معالي الرئيس. أريد أن أؤكد مرة أخرى كما ذكرت سابقا بأن مبدأ التعاون بالنسبة للحكومة مع مجلسكم الموقر مبدأ ثابت، وهذا ما تقوم به الحكومة، وهذا ما تجسد أيضا من خلال تشكيل اللجنة المشتركة ومن خلال تبادل جميع المعلومات، وأيضا من خلال ما أبدته الحكومة من استعداد تام لتغيير آلية التنفيذ إذا تم التوافق مع مجلسكم الموقر فيما يتعلق بموضوع إعادة توجيه الدعم بما يخص اللحم. شكرا معالي الرئيس. الهدف أن أنا أسمعكم، ونقطة جدا مهمة معالي الرئيس، نحن نسمعكم ونحن دائما نسمعكم. الحكومة دورها خدمة المواطن، وخدمة المواطن لها أوجه مختلفة، أهمها ضمان الاقتصاد الكلي حول المواطن. أنا لما أسمعكم، اللي صوته عالي واللي تكلم بهدوء، كلكم هدفكم واحد وهو خدمة المواطن. ترى احنا مواطنين مثلكم، واليوم احنا وزراء بكرة احنا مواطنين عاديين، فيعني ما نفكر بعقل ان احنا كأننا عايشين في عالم مختلف، ما في شيء من هذا النوع. وسمو الرئيس رئيسنا قضى عمره في خدمة البحرين، فبالتالي لازم تعرفون ان احنا كلنا ملتزمين بخدمة البحرين ومواطنين البحرين. لما نتكلم عن ما احنا نمر فيه هو انخفاض سعر النفط من فوق $100 الى تحت $50، هذه أساس التحدي اللي احنا نواجهه. في الميزانيات السابقة كان هناك مطالبات بكثير من البرامج، وكنا احنا نتوافق وياكم عليها، وهي مطالبات في خدمة المواطنين، وكانت شيء جيد. وأنا ذكرت في السابق أن رغبتكم أن تكونون شركاء لنا في هذه المرحلة اللي فيها تحدي من انخفاض سعر النفط وهو تصرف نبيل منكم، واحنا نقدر، واحنا وياكم حقيقة شركاء لخدمة الناس، هذا احنا مقتنعين به. هناك صلاحيات للسلطة التنفيذية، هناك صلاحيات للسلطة التشريعية، لكن نتعاون مع بعض في النهاية لخدمة المواطنين، وما في شك في هذا الكلام. لكن لما ينخفض الدخل النفطي أكثر من 50%، لابد أن نتحرك ونتحرك بسرعة حتى نحمي المواطن نفسه، وهذه نقطة جدا مهمة. احنا اكثر من سعيدين ان احنا نشارككم هذه المناقشه والوصول الى القرارات، لكن ليست مناقشه مثل ما ذكرت في الدوره السابقه تؤدي الى مناقشه، هي مناقشه تؤدي الى قرارات وسريعه لحمايه البحرين اللي احنا كلنا نحبها ونبي نعيش فيها ونبي نحافظ عليها. فبالتالي انتم شفتوا قرار رفع السقف ل7 مليار، شفتوا قرار ايضا المرسوم برفع السقف ل10 مليار، هذه التزامات علينا أن ندفعها شهر بشهر، لابد نتعامل معها. الحكومة تعاملت مع الغاز،
وزيدته تدريجيا على مدى سنوات بحيث ان الشركات تستطيع ان هي تستوعب هذه الزيادة. تعاملت مع خفض بعض الأجهزة، وهناك كثير من البرامج اللي في المستقبل ان شاء الله بتسمعون عنها اللي الحكومة بدت بنفسها، وهذه نقطة جدا مهمة. ما نبي نبتدي بالمواطن، نبتدي داخل بالحكومة حتى بمصروفاتنا الأخرى الإضافية، لكن نحتاج نتعاون وياكم. وبدل ما احنا نقعد في جلسة كأن الحكومة مو بشريك، لا، احنا شركاء وياكم، وسمعناكم كلكم لأن احنا شركاء وياكم، ومستعدين نقعد ونتكلم على كيف المرحلة القادمة من الإجراءات اللي تحمي البحرين وتحمي المواطن البحريني. وهذه نقطة جدا أساسية. في السابق لما واجهت الحكومة قبل السلطة التشريعية، قبل وقتي أنا في الوزارة، كانت الحكومة تأخذ قرارات بروحها ونجحت في التعامل مع أزمات مختلفة. اليوم احنا عندنا تحدي، لكن أيضا عندنا فرصة. الفرصة هي شنو محركات اقتصاد البحرين للعشر عشرين سنة القادمة؟ شنو الأشياء اللي بنستثمر فيها عشان عيالي وعيالكم بيشتغلون فيها؟ شنو القطاعات الجديدة اللي احنا بنركز عليها؟ مو بالصورة كلها سودة، أنا أشوف الصورة فيها كثير من الفرص، لكن بعض الأشياء اللي جابتنا لهني في الثلاثين أربعين خمسين سنة الماضية ما بيكون لها دور كبير في الفترة القادمة. فإذا لازم نفكر في اقتصادنا وين بيكون، لازم نفكر في شنو الأجهزة اللي بتساعدنا. وذكرنا في السابق احنا في وزارة المالية تصورنا ان السياحة، الخدمات اللوجستية، ان خدمات رجال الأعمال، ان هي أساس لتحرك كبير في الجانب الاقتصادي، والوزراء المختصين كل واحد في مجاله قاعد يشتغل على خطته الاستراتيجية واحنا نقدم له الدعم. الجانب الآخر في الإنفاق، نعم لازم نتعامل مع الإنفاق وتوجيه الدعم. ذكر في السابق وحتى سعادة وزير الإعلام قال لكم قبل، لا نريد أن نقترض حتى نحن نمول دعم لأجانب، احنا نقدر دورهم، نقدر مساهمتهم في اقتصاد البحرين، مرحبين بهم، دورهم في كثير من المجالات مشرف جدا، لكن الاقتراض باسم بحرينيين حتى نوفر دعم لغير بحرينيين صعب ولا يمكن أن يستمر. في برامج أخرى كثيرة، لا نريد نقدم دعم لشركات تشتغل من الخارج ترى البحرين مركز لها. لما نشيل الدعم لن نكون أقل تنافسية مما نحن عليه اليوم، لكن احنا نحتاج أن أنتم معانا شركاء في شرح هذه الأمور للمواطنين. ونعم المواطن لا نريد أن نمسه في حياته مباشرة، لكن نريد هذه الروح اللي فيها نبي نشتغل مع بعض، لأن المواطن ما يبي يطلع اليوم يسمع أن احنا قلنا للحكومة وبنستجب بوزراء. احنا ما نتكلم عن استجواب، احنا نتكلم عن مستقبل وظيفي لشخص أو لشخصين، هو في ذي الوظيفة ولا ذي الوظيفة. احنا في خدمة جلالة الملك وحكومته، طالما هو رأى ذلك مناسب في هذه الوظيفة أو غيرها. لكن المهم لما دخل النفط ينخفض فوق 50%، احنا ايش بنراوي المواطن البحريني ان احنا قادرين نسوي لخدمته؟ شنو هو الاقتصاد الجديد اللي احنا نتكلم عنه حتى بيكون هذه الاشياء اللي بنستثمر فيها من سنوات واليوم حتى بعد سنوات عيالنا واحفادنا يشتغلون فيها؟ هذه الكلام اللي ودي ان احنا نركز عليه. هناك لجان ايضا مختصه في الحكومه تعمل، انتم عندكم لجان مختصه تعمل سواء اللجان الماليه وغيرها، ودي ان احنا نشوف ان احنا نشتغل مع بعض لنقدم للمواطن استراتيجيه واضحه. السبب اللي انتم مو مقتنعين باستراتيجياتنا ان عندكم وجهه نظر، واحنا نشوف التدرج الطويل بعد مشكله. خلنا نشتغل مع بعض على شلون نجد حلول ونراوي العالم ان هذه الديمقراطيه تشتغل، وانا اشهد ان هذه الديمقراطيه تشتغل، لان احنا ناقشنا وياكم ست موازنات في الماضي وبعضها صدق خذ ست شهور، لكن في نهايه المطاف وصلنا الى توافق. فالديمقراطيه الناجحه هي الديمقراطيه اللي الناس تختلف ويعلى صوتها وكل واحد يقول رايه، لكن في النهايه في قرار. واحنا هدفنا نوصل معاكم الى قرار كيف احنا نخفض نسبه العجوزات الشهريه اللي احنا نتعامل معاها لنتحسن سعر النفط، وايضا شلون نفكر في اقتصاد حديث اللي بيكون هو اساس التنميه عندنا في الفتره المقبله. شكرا معالي الرئيس.